ممكن توضيحات بس من الادله لمنع التوسل بالاضرحه والحاجات ديت، لان في حاجة. وان يمسسك الله بضر اكمل. انا كاشف له الا هو، انا اعلم كل الكلام ده. يعني طيب، هو الكلام هذا كلام الله سبحانه، لكن ما فيش حد. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. نعم، ما فيش حد من الصحابه رضوان الله عليهم توسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في اي واحد كده راح توسل بقبر النبي. النبي مات، احسن الله عليه الصلاه والسلام. احسن الله عليه. سالك، كتاب ربنا معك؟ نعم. هل في كتاب انك تروح لواحد ميت زي السيد البدوي ولا الحسن او الحسين او ابو علوان او مش عارف الدسوقي او وتقول له؟ الله يشكرك. ها؟ ربنا يهدي، والله ربنا يهدي الناس يعني. ماذا في الكتاب العزيز؟ قل لهؤلاء عميان البصيره افتحوا المصحف انظروا ماذا قال ربكم. وقال ربكم ادعوني. نعم. استجب لكم. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. نعم. تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. نعم. الهم ارجل يمشون بها الايات. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. هل السيد البدوي القادسي يسمع كلامك؟ وكما قال واحد راح للكاهن يقول يا كاهن الولد الزوجة بتولد خذ 100 جنيه وسهل لها الولادة. جاء واحد ثاني يقول له الولد في امتحان الثانوية خذ 10 جنيه سهل له. قال له في حالة ولادة بس يخلصها الشيخ. كلام يعقل هذا يا جماعة؟ يا جماعة أين ذهبت عقولكم؟ هؤلاء أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وعايز أنا شيخ توضيح بس، الغريب إن الواحد بيقول لهم إن يعني الصحابة لا تجادلهم، ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم.